العساوي بيش بدل حنشان هلا كامرون كامرون 60 درهم 60 درهم وين جيت المتر 55 الله الله داك الشامع كرهته رصو انا شو الحموريه فين باقي باقي حي انا كاينه قولي اخو عبد الجلال ايه واللي جا من طرف على 3 متر السنور السنور 65 درهم دير 100 درهم الكيلو تنبيعو ب 80 65 درهم من جهه المغرب يلاه سيدي 25 درهم الكيلو راه يا فري حاجه ممتازه اسفي كنتمناو الشباب اللهم يديروها بلايه اسكين هانا لقيت دغيا انت دابا اساسي هذا 40 درهم اه اي المليح 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 هاي ها زسكو ارسكي المليح هاي المسكين هذا عزيز عليك المليح عندي المليح ها 150 ها العساوي بيش بدل حنشان هلا هلا ليا هذا وصل فري جيب الثمن سنو جيب 80 اللي جا من جهتك 70 65 يلا اسمع المال ثمن مناسب في الفوق ثمن جد مناسب يا ما تلقاه في الجنات البحر والله ما تلقاه في الجنات البحر ومرسى ما تلقاه بهذا الثمن والفرق والفرق جيم اول سيتي في الثاني جيم جي. حي دموعه بيبان لك دموع على خده انا انا جديد شو الدواره ديالو جاك كيجي راه الدواره ديالو مومو 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 زيد زيد وري وري جبر الدواره ديالو وري الدواره الدواره شحال ندير ايوس كيلو ندير كيلو الراس محشوف الله الراس ما محشوف اخويا بجينا بدي نسولك هاد الصنور هذا الحاجه اللي فيه الواعره اللي زينه يا الصدر الصدر واشنو واعي الصدر والراس ترى استعمل الراس هاو الراس المليح حي قال مليح الراس يطيب الطاجين تقسم على جوج تطيب في الطاجين زيد دور متر شوف البصله والزبيب واه 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 قلب 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 الراس هذا راه مخيف انا هذا واش كيف هذا البصله والزبيب الدواره الدواره انا مزيان والاثمنه مناسبه عند الجيران الرزق ديك وفوق الرزق وعندي الوالد معروف تبيع الحوت توفيق مول الحوت شوف الصيني هي النباته ما تكونش الحوت ما يدخلش والو كل شيء والو المليح المليح خاص الناس تاكل المليح تبرع في الحوت تنفع به عندي ما ننسى اخو عبد الجلال يسال هو اللي يعتمد على نفسه هذا الشيء لك قولي اخو عبد الجلال ايه واللي جا من طرف على 3 متر السنور سنور 65 درهم دير 100 درهم الكيلو تنبيعو ب 80 65 درهم من جهه المغرب يلاه سيدي هذا الثمن خاص المتبيع الكاميرون الكاميرون 60 درهم 60 درهم من جهه المتر 55 الله الله الميرنا 1000 ريال 1000 ريال ورينا المتر ورينا انا نجبد لك الميرنا من انا هاي هاي انا جديد المومو ديما ديك الشيء ديال النهار ديما ديال النهار الثمن شحال الثمن الميرنا 1000 ريال 1000 ريال الرايا 25 درهم زاز زاز انا نشوفوها 25 درهم الكيلو الرايا فري فري 25 درهم 25 درهم الكيلو باين نقي الحوت نقي فابور
فابور تنقي يا فابور. هنا شحال؟ انا الميرو شو الحموريه؟ اجي تشوف الحموريه فين باقي. الميرو انا شو الحموريه فين باقي؟ باقي حي انا كاينه هذه كاينه. شحال ديال الثمن؟ 20 درهم الميرو. وليش مشيت لما يطرح 15 درهم يا الله الله يا الله سيدي. هادي فرصة هادي كامرون 60 درهم واللي جا مشيتك 55 55 للمتابعين خاص هادو أثمنة خاصة بالمتابعين سرجلات جونس سرجلات عشرات درهم ما كاين لا 260 لا والو عشرات درهم وتنقي يا فاضل السرجيل راه كل نهار تيكون بثمن تقريبا اسفي اسفي الله زوين دوك الشريط طيفه زوين الله يحفظك انا السير السير تصنو تاع السيوس تاع راس فابور تتبرع السيوس تاكل المليح وتجي عندي وتتبرع الشقاء صراحه ديما الملح السير ديما ديما معروف بالمليح لا ولا ما عندي ما عاونو الله يحفظك حنا تنشجعو الشباب اللي بحال هكا معقولين تنشجعوهم الله يحفظك اخويا يوسف الله يحفظك يا السير ساعتي الله يحفظك يا السير انس قول لي يا خويا علاش في عمرك 20 سنه بارك الله عليك ما عندي ما نقول اللهم بارك 20 سنه ما عندي ما ومعتمد على نفسك معتمد على نفسي والخدمه كتخرج تجيبها الدراع وبالحلال اللي عنده يتي واللي ما عنده حتى هو يتي كلشي كلشي الزاويه هادي يا خويا ومزيان اخويا تنشكرك وتنحييك هذا المنبر الله الله يسعدك عليك الله يوفقك الله يحفظك بالنسبه للمحبين والمتابعين ديالنا اللي بغى يجي عند السي عبدالله هنا تيتواجد في السباقه ديال طوال الحرس راه معروف تبارك الله هادي دا استاذ الصنو ما عندي ما نقول تبيع المليح واثمنه جد مناسبه وكيف قال لكم اللي عنده صنو يجي يدي حتى اللي ما عنده يجي يدي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته انا